بنك كبير خدمات مصرفية كتير. الجزء الثاني والأخير من اقتصاد مصر في مباشر من مصر. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا. محمد بركة ومنى الشرقاوي معاكم النهاردة. منور يا بركة. أهلا وسهلا. منورة ومنور ضيفنا والسادة المشاهدين كلهم. اسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي نورنا وشرفنا في الاستوديو، الاستاذ هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي، والحاصل على منذ ايام على تكريم ضمن اهم 100 شخصيه عربيه مؤثره في الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لقبولك الدعوه. اهلا بيك. كعادتنا في اقتصاد مصر بنبدأ فقرتنا بأخبار بيختصنا بها محمد بركة في بداية الحلقة، وبعدها بنناقشها مع ضيفنا اللي بينورنا. معنا ايه بركة؟ معنا خبرين مهمين اعتقد في على درجة من الأهمية زي ما عودنا مشاهدينا. الخبر الأول ليه علاقة بالبعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي اللي هي بتقيم يعني زيارة تقليدية وطبيعية في الوقت دوت، علشان منتظرين الشريحة الجديدة اللي قيمتها 2 مليار دولار. الخبر عندنا بيقول انه بالفعل المؤشرات المبدئية بتشير الى نجاح الزيارة، وان الصندوق تقريبا اطمن لأداء جملة الإصلاحات الاقتصادية التي يعني تضبط الحكومة إيقاعها خلال الفترة الماضية، وبالذات إجراءات الضبط المالي. إجراءات الضبط المالي اللي هي الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإداري وإيرادات الدولة. النقطة المهمة أنه التوقع وصول الشريحتين دول أو الشريحة دي اللي هي 2 مليار ما بين شهري يونيو ويوليو، يعني مع بداية العام المالي الجديد. الخبر الثاني ليه علاقة أيضا بالمؤشرات الاقتصادية، وخاصة أنه موضوع فقرتنا النهاردة هو التقييم الائتماني السيادي اللي أصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز ورفعت فيه تصنيف مصر. كمان البنك المركزي لسه منذ قليل بيعلن ان ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. احدث تقرير للبنك بيقول انه في شهر فبراير اللي فات وصلت التحويلات دي ل 2 مليار دولار بزيادة حوالي 11.6%. الزيادة دي زيادة ممكن ملاحظتها خلال 8 شهور من نهاية العام المالي اللي فات وحتى نهاية فبراير، بلغت حوالي 18 مليار دولار، 17.3 مليار دولار، وده رقم استثنائي في حجم تحويلات المصريين خلال 8 شهور، وهي دي مدة الرصد. نقدر نكمل حوارنا مع ضيف فقرتنا، واعتقد ايه انه ده ممكن يكون مسار اسئلة. استاذ هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي بنجدد التحيه. اهلا وسهلا بحضرتك. ليك الاول اي تعليق على الاخبار اللي محمد بركه قالها؟ لا، هو الحقيقه انا بس احب اضيف ان تحويلات المصريين دي من احد المؤشرات، تحويلات المصريين العاملين في الخارج دي من احد المؤشرات الهامه في رصد مدى نجاح سياسه البنك المركزي في اداره ملف العمله. طبعا بالقضاء على السوق الموازية وتخفيض الفرص أمام التلاعب في السوق بوجود سوق صرف واحد، وجود هذا الكم من التحويلات هو مؤشر جيد للغاية، وأتمنى أنه يصل التحسن باستمرار في المستقبل. نتعشى ان شاء الله خير. اهميه فقرتنا النهارده ان مع تغيرات الاسعار كل مواطن بيظهر جواه الخبير الاقتصادي، وبيبتدي هو يعيد تقييم ميزانيته الشخصيه، ويبتدي يعيد تقييم الوضع الاقتصادي للبلد حسب وضعه هو وحسب اللي بيحصل معاه هو. هو بيشوف من وجهة نظره ماذا يحدث في البلد من خلال ماذا يحدث في أسرته الصغيرة أو من خلال اقتصادياته. عشان كده النهاردة كنا محتاجين نتكلم أكتر عن فكرة أو عن موضوع رفع التصنيف الائتماني لمصر. ده خبر كويس. ستاندرد أند بورز لما قالت إن إحنا تقدمنا المفروض إن إحنا نبقى مبسوطين. هل احنا بالفعل مبسوطين؟ وهل احنا حاسين بتأثير ده علينا كمواطنين؟ انتم كمصرفيين فاهمين وفرحانين، احنا كمواطنين نحس ده ازاي؟
هو الحقيقة يعني درجة إحساس المواطن بالتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي لها وجهة مختلفة تماما عن يعني يمكن المصرفيين أو رجال الاقتصاد. طب. ما يهم رجل الشارع هو أنه يحس على الأرض أن نجيبه فيه فلوس، أن نجيبه فيه فلوس، أنه قادر على تغطية التزاماته، ان الخطط اللي هو حاططها لانفاقاته لم تتاثر كثيرا، وان هو يقدر يوفي بهذه الالتزامات. بالقطع هذا حق مشروع، واحساس ان هو يجب ان هو يعني لا نحرم المواطن منه، ولكن الحقيقه حتى يحس المواطن بدرجه التحسن لابد ان نستكمل الإصلاح، جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ونضع أيضا إجراءات اللي هي من شأنها اللي هي تخفف العبء عن المواطن ويحس بالفعل بدرجة هذا التحسن. في شيء برضو الحقيقة مقلق برضو في جميع الدول اللي هي بتعاني من نفس الظروف، وهي النمو السكاني الغير منضبط شوية. احنا من بعد ثورة 2011 النمو السكاني بدأ يعلى بنسب غير طبيعية، علشان أي تحسن بيحصل والمواطن يحس بيه لابد تكون نسب النمو دي متمشية مع نسب النمو في السكان، لأن التحسن اللي هعمله، الإيرادات الجديدة اللي هتدخل في الدولة، ما هي دي لازم تغطي الاحتياجات الأساسية، مش احتياجات كان المفروض أنها ما تكونش في نفس التطور في الجانب الأعلى. لا. فأتمنى أن احنا أن مصر تنتهي من هذا البرنامج الاقتصادي، وأن هذا البرنامج الاقتصادي نتائجه تكون محسوسة لدى الجميع. توقف لحظات مشاهدينا لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونرجع نستكمل معاكم فقراتنا في مباشر مصر اقتصاد مصر، ابقوا معنا. بنك كبير، خدمات مصرفية كتير. بنجدد التحية مشاهدينا، اهلا بكم من جديد. محمد بركة ومنى الشرقاوي، وبنستضيف اليوم الاستاذ هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي، والحاصل منذ ايام على تكريم ضمن اهم 100 شخصية عربية مؤثرة في الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. يعني استاذ هاني، كان عندك سؤال وكنا بنتناقش في الفاصل، كنا بنتناقش في الفاصل حوالين يعني لو بنتكلم دلوقتي على تقرير اصدرته مؤسسة تقييم ائتمان دولية زي ستاندرد اند بورز، ورفعت في التصنيف السيادي للدولة لمصر من بي ماينس لبي. في الأول يعني ما هو أهمية أن تصدر مؤسسة تقييم ائتماني دولية تقرير إيجابي عن دولة؟ ده سؤال كاقتصاديين، سؤال بقى كواحدة من عامة الشعب قاعدة في البيت، يعني إيه أصلا فكرة التصنيف الائتماني دي أصلا، ويعني إيه المؤسسات اللي بتقوم بالتصنيف الائتماني؟ خليني أقول لحضرتك أن مؤسسة التصنيف الائتماني هي دي شركات خاصة مهمتها أنها بتقيم قدرة الدول والشركات أو الجهات التي تصدر سندات أو بتطلب أموال من سواء الدين العالمي، علشان تقيم قدرتهم على دفع أقساط القروض والفوائد في موعدها. في العالم يوجد ثلاث وكالات تصنيف ائتماني شهيرة جدا، هي اللي لها النصيب الأكبر في هذا المجال، هي ستاندرد أند بورز، فيتش، وموديز. طيب أنا ليه بهتم، أو الشركات أو الدول اللي بتصدر سندات ليه بتهتم بهذه التقارير؟ لأن هذه التقارير هي اللي بتعطي مؤشر أثناء طرح السندات أو الحصول على القروض أو حتى ضخ الاستثمارات في أي دولة من الدول، على هذه التقارير لكي يعرف المقرض أو الجهة اللي هي هتشتري السندات ما هي القدرة الائتمانية أو الجدارة الائتمانية للجهة اللي هتصدر هذا السند. هل هي هتتعثر في السداد؟ هل هي تقدر أنها تدفع أقساط القروض في موعدها؟ وكلما ارتفع التقييم كلما قلت الأسعار الفايدة على السندات، والعكس صحيح،
فعلى سبيل المثال لو دولة زي سي الأرجنتين مثلا هتطرح سندات وهي لديها مشاكل واضطرابات سياسية ومالية، المقرض هيطلب علاوة عالية للإصدار قد وتصدر مثلا على سبيل المثال قد يكون السند 15%، بينما دول أقل وأقل خطورة ولديها اقتصاد واعد قد يكون السند في حدود 6% 5% على حسب درجة المخاطر وعلى حسب السوق اللي بتطرح فيه والتوقيت وأجال الديون. فمهم جدا أن الدولة إذا كان لديها اقتصاد، ممكن أقولها باللغة الدارجة، أتفضل، يعني هذه المؤسسات بتساعد على انها تحط الدول الفقيره في موقف قد يضعها في خانه الاكثر فقرا في حاله اذا لم تكن تلتزم بسداد مديونيتها. خليني لا. لا هم مش بالتحديد مش هي لا. دي هي المفروض هي جهات مستقله، حسدها بسته وحسدها ب 15% فايده، ده في حاله ان انا ما قدرتش احقق الثبات في الوفاء بالتزاماتي معاهم، لو التزم هاعاقب بشده. هي مجرد يعني أشبه بجهات بحثية مستقلة، فهي بتصدر هذه التقارير للأشخاص أو للجهات المهتمة. أي. فعندما يصدر تقرير إيجابي فالشخص المهتم أو الجهة المهتمة هيأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار في تسعيره وتقدير وتقييم المخاطر، مخاطر الإقراض أو شراء السند. يعني خلينا نقول إنها ليست جهات إقراض وليست مؤسسات تمويل، لا لا، وبالتالي هي ليست يعني على قدر يسمح ليها باستخدام التقارير بتاعتها كنفوذ لدى أحد الأطراف سواء المقترض أو المقرض. ولكن اللي أنا عايز أتكلم فيه أستاذ هاني هو الدور المؤسسات دي في تحريك آفاق و أجواء الاستثمار المحلي. يعني لو ما نتكلم على تقرير يصدر ويرفع التصنيف السيادي للدولة للوضع اللي حاصل بالنسبة لمصر، هل يتوقع من ذلك نمو في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل بالقدر اللي يخفف من أعباء الوقع على الدولة في مجال الاستثمار العام وكذلك على في الوضع الخاص بالقطاع الخاص الاستثمار الخاص اللي هو حتى هذه اللحظة لا ينهض بكل متطلبات معدلات النمو المرتفعة؟ هو الحقيقة الأكثر استخداما لهذه التقارير هو المستثمر الأجنبي. فالمستثمر الأجنبي هو بيهمه أن يعرف درجة المخاطر اللي بتحيط باستثماراته. أنا هدي لحضرتك مثال النهاردة، البورصة هي مرآة للاقتصاد. مع بداية تداولات البورصة اليوم ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بحوالي 6 مليار على الرغم أنها يعني قلصت المكاسب دي بنهاية اليوم، إنما يعني سيادة حالة من التفاؤل العرب والمستثمرين العرب والأجانب في البورصة اليوم ده بيعطي أكبر دليل على إن هذه الأخبار والأخبار الإيجابية اللي فيها نوع من التفاؤل بتنعكس على المستثمر بشكل مباشر ورئيسي. فإحنا نتوقع لما يكون تقارير إيجابية فيها أخبار إيجابية مش بس من مؤسسات التصنيف الائتماني ولكن أيضا من جامعة هارفارد اللي أصدرت الأسبوع الماضي تقارير مستقل إن مصر من أكثر ثالث دولة على مستوى العالم في النمو، وأيضا الأسبوع الماضي في مؤتمر العقدة في القاهرة بتنظيم البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي أشادوا فيه بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي. كل هذه النتائج أو الأخبار الإيجابية بتبعث ثقة وتفاؤل للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. ويمكن احنا بنركز شوية على أو بنعقد الأمل على المستثمر الأجنبي إن هم يضخوا استثمارات في مصر في المرحلة القادمة، وده هيخلق الوظائف وهيقلل من البطالة وهيحسن أشياء كتير احنا محتاجين ليها في المستقبل. هيعطي قدرة أكبر للإنفاق الخاص وللمستهلكين بحيث إنه إيه حتى لو الأسعار ترتفع هناك قدرة لدى المواطن على مواجهة هذه الارتفاعات. طيب. تمام. يعني
لما بيبقى فيه دايما زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي، الناس بالذات في أواخر السنة وقبل نهاية العام المالي، يعني من أول شهر 7، الناس بتبقى متوقعة أو خلاص جرت العادة أن احنا فهمنا أن نظام الإصلاح الاقتصادي هيتطلب مننا تغيير سياسات الأسعار أو طريقة التسعير كل عام حتى يتم خفض الدعم كل شوية. عندنا نوع من أنواع اللخبطة. هل الوضع المالي الغير مستقر للكثير، لأن الكثير ابتدى يتحمل طبعا بعض الأعباء وهي فاتورة واجبة لمزيد من الإصلاح وعلشان نقدر نتعامل أفضل في السنوات القادمة، هل في إمكانية أن لا يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بحذافيره بالتايم تيبل زي ما محطوط بالضبط بالجدول، لما نلاقي الناس مثقلة أكثر مما ينبغي أو مش قادرة تستحمل، هل يتم تأجيل تنفيذ بعض الخطوات، وهل موازنة الدولة تتحمل أصلا هذا التأجيل ولا لا؟ خلينا أشرح لحضرتك أن من شروط حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي أن هو تم الاتفاق على الإجراءات اللي هتتخذها الحكومة المصرية، ومنها يعني ضبط الموازنة العامة وتقليل أو ترشيد الدعم، وهناك يعني كان جدول محدد بالتوقيت. كل تأخير في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها ده بيشكل عبء على الموازنة، وبالتالي يعني بعثة صندوق النقد الدولي وهي بتيجي كل فترة بتراجع مدى تقدم الدولة الحكومة في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. يعني لا أدري بالتحديد يعني إذا تأخرت الحكومة في تنفيذ أحد الإجراءات ما هو صدى أو إنعكاس هذا الأمر على الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، إنما بالتأكيد هناك تفاهمات وتواؤمات بتحدث، فيعني الامر يعني ليس جامد يعني يعني ليس كما نقول يعني هو ليس قران يعني لا يمكن تغييره، ولكن بيتم مراعاه الظروف المحليه. واعتقد ان البنك ان صندوق النقد الدولي سيتفهم الوضع وخطوره يعني الاستمرار او المضي قدما في يعني القاء مزيد من الاعباء على المواطن اللي هو بالفعل بدا يدفع الفاتوره ومكلفه للغايه. نعم. استاذ هاني، لو اذنت لي حضرتك، هناك احيانا بدائل يعني، وهناك يعني اجراءات معروفه للاقتصاديين ولصانع القرار يمكنها تعويض الأثر الاجتماعي الناتج عن تحمل خطوات الإصلاح المتعاقبة بدون إلحاق ضرر كبير به، وهي السياسات الخاصة بالضمان الاجتماعي. وأعتقد أن الحكومة الفترة اللي فاتت اهتمت، ومجلس النواب كذلك يتابع هذا الالتزام، ولكن اللي احنا محتاجين ان المواطنين يحسوا بيه اكتر انه تصبح هذه الاجراءات اكثر فعالية واكثر سرعة في تحقيقها. هل هناك اليات ممكن يعني في هذا الاطار وفي هذا الجانب يمكن ان تعجل بالاصلاحات الاجتماعية اللي ممكن تخفف من وطأة الاصلاحات الاقتصادية؟ بالنظر الى الشروط، شروط قرض صندوق النقد الدولي، احد الشروط او ما تم الاتفاق عليه هو دعم شبكات الضمان الاجتماعي او الحمايه الاجتماعيه لتجنيب الفئات الفقيره والاكثر احتياجا من تبعات الاصلاح الاقتصادي. لو حضرتك نظرت الى الموازنه، مشروع الموازنه في البيان المالي اللي قدم إلى مجلس النواب، يقدر قيمة المخصص لهذا البند في الموازنة 600 مليار. بس هل ال 600 مليار دي هتكون كافية؟ هي طبعا احنا بنتكلم على انه بيتم توفير رفع الدعم من جهة وضخ جزء من هذا الدعم في برامج شبكة الحماية الاجتماعية بحيث يوصل لمستحقيه فعلا. هي هنا المشكلة، اللي هي لابد من تنقية قواعد البيانات، لأن
يعني قرينا أخبار إن قواعد البيانات شملت فئات غير مستحقة صرفوا أموال كثيرة من هذه البنود، لابد من ضبط الإجراءات، إحكام الرقابة، تقييم البرامج من جهات مستقلة. ده هو اللي هنختم بيه، ضبط الإجراءات، تقييم البرامج، وإيه تاني؟ إحكام الرقابة. رسالة بقى للناس عشان خاطر تتفائل شوية بدل الجو الصعب في نصف دقيقة. الرسالة هو إحنا فعلا دفعنا كلنا وبالذات الفئة الوسطى، الطبقة الوسطى دفعت الفاتورة، فاتورة الإصلاح الاقتصادي. إنما دايما بقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن شاء الله هنصبر وهنعدي المرحلة الصعبة دي، ومصر إن شاء الله هتكون في أفضل حال بإذن الله. أستاذ هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي، شكرا لوجودك معانا النهاردة. شكرا لك صديقي محمد بركة. شكرا لك يا منى، وشكرا لضيفنا الكريم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. غدا الأسرة جديدة من مباشر من مصر. كنا معاكم النهاردة شريف عبد الوهاب، محمد بركة، ومنى الشرقاوي. حلقة من إخراج شريف الجمال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.